بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلباء، السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو بإذن الله راح نحل مع بعض تمرين رقم 2. يعني هذا التمرين موضوع تاعو خاص بالنقش الكتلي وطاقة الرد. ها هو نص التمرين. واش قال لك؟ قال لك الروبيديوم أربي 85 و يعني زاد 37، و الخمسة وثمانين هو الأب، هي نواة مستقرة، نواة مستقرة، غير أن الروبيديوم أربي 89 نواة غير مستقرة، إشعاعية النشاط بيتا موا. هنا نسمو هذو نظائر، عندنا نظيرين هنا، نظير الروبيديوم. دائما نسمو النظائر بالآتحة، نقولو الروبيديوم 85 الروبيديوم 89، ما نسموش الزاد. زاد لأن النظائر عندها نفس الزاد لكن تختلف في الأم. صح. واش طلبوا منا؟ السؤال الأول طلبوا منا حساب النقص الكتلي لنظير الروبيديوم، يعني نحسبوا تاع الروبيديوم 85 ومن بعد تاع الروبيديوم 89. كذلك طاقة الربط في السؤال الثاني لنظير الروبيديوم. ثالثا طاقة الربط بالنسبة للنوكليون لنظير الروبيديوم. رابعا قال لك علل استقرار الروبيديوم 85 وعدم استقرار الروبيديوم 89، وعطالك المعطيات، عطالك اي كتلة الروبيديوم 85 اللي هي 84.89144 U UMA اللي هي لونيتي دو ماس اتوميك، وحدة كتلة ذرية، وعطاو لك كتلة الروبيديوم 89 اللي هي 88.89 ألف و193 U، وعطاو لك كتلة البروتون 1.00728 U، وكتلة النوترون 1.00866 U، وعطاو لك 1 U أي كتلة أي UMA لونيتي دو ماس أتوميك أي وحدة كتلة ذرية تساوي 931.5 ميجا إلكترون فولت على سي مربع. واحد كان في الكومنتير قال لي منين جات هذا السي مربع؟ من راني تكلمت عليها في الفيديو ودار حسابات وخرجناها الى اخره، يعني ما تحكمش الفيديو من الاخر وتجيبها، لا اقرا فيديو. وهذا اليوم ثاني نشوف يعني راهو خلينا نتكلم. اذا نبداو بالسؤال الاول باش ما نطولش عليكم. واش السؤال الاول؟ وهو حساب النقص الكتلي اللي نرمز له بدلتا ام لنظيري الروبيديوم. صح. نبدأ بالروبيديوم 85 بالنسبة للروبيديوم بيديوم 85. واش عندي؟ عندي من الأحسن نكون نديرو هكا ولا خلي أي حساب، خلينا أي دالتا كيف كيف. دالتا أم نقص الكتلي يساوي ماذا؟ يساوي زاد في كتلة البروتون زائد أن أو أ ناقص زاد في كتلة النوترون. وقلنا باللي ان هي ان يساوي ا ناقص زد. صح. ناقص ماذا؟ ناقص كتلة الروبيديوم. ديروا غير هنا ما نديروش ذيك الزادة 85. صح. اذا في التطبيق العددي واش تساوي زد؟ واش عندي؟ عندي 37. صح. 37 في ال كتبوا لي هذا كامل في المسودة، هذا كامل باش ما لأن السجل داء أمامي، المعطيات كتبوا ما عندكم في المسودة باش ما نظلوش رايحين وجايين للسجل. إذا في يعني دير بوز وكتبهم في 1.00728 زائد أن. أن واش تساوي؟ أن تساوي أ ناقص زاد، يعني 85 ناقص 37 تعطيني 4.48 في كتلة
النوترون اللي هي 1.00866 ناقص كتلة الروبيديوم 85 اللي هي 84.89144. إذن شا عطات لك في ندير بوز ونحسب ودير بوز واحد عطاتني 0.7936 أس صح. هذه بالنسبة للروبيديوم 85. بالنسبة للروبيديوم 89 صح، عندي دلتا ام نقص كتل يساوي كيف كيف زاد في ام بي زائد ان في ام ان ناقص كتلة الروبيديوم 89. إذن التطبيق العددي عندنا زاد 37 في 1.00728 زائد 89 ناقص 37 تعطيني 52 في 1.0086 هكذا ناقص هذا طبعا 88.9993 شحال عطاتني دير بوزو. إذن عطاتني 0.8275 طريبي. نعود السؤال الثاني. السؤال الثاني طلبوا منا حساب طاقة الربط لنظير الروبيديوم. أوكي. إذن ثانيا حساب طاقة الربط لنظير الروبيديوم طريبي. نبدأ دائما كما في الأولى بالنسبة للروبيديوم 85. نبدأ عندنا طاقة الربط اللي هي ال لينرجي دو ليزون تساوي ماذا؟ تساوي نقص الكتلي في سي مربع، يعني انتشار او سرعة انتشار الضوء في الفراغ مربع. ها اذا تساوي ماذا؟ مباشرة اكتب دلتا ام شعصبناها في الاول، ها هي الفوق، ها هي تاع الروبيديوم 85 وتاع الروبيديوم 89. اذا تساوي مباشرة احسب 0.7936 اضربها مباشرة في 931.5. ما تكسرش كاع راسك، وكون شرحت هذا في فيديوهات الدرس تصيب النتيجة بالإلكترون ميجا إلكترون فولت 739.24 ميجا إلكترون فولت. أحسبها بطريقتك غير هذه تخرج في نفس النتيجة هذه، يعني بنسهل لك صح. عندنا بالنسبة للروبيديوم 89 نفس الشيء، جيب هذه التحتانية أي أل أل يساوي النقص الكتلي في سي مربع أي يساوي 0.8775 في 931.5 دير بوز أعطتني 671.05 ميجا إلكترون فولت. سيبا ننتقل للسؤال الثالث. واش قالونا السؤال الثالث؟ قالك أحسب طاقة الربط بالنسبة لنيوكليون لنظير روبيديوم. بالنسبة لنيوكليون صح. نبدأ حساب طاقة الربط بالنسبة لنيوكليون لنظير الروبيديوم
طريبة دائما كيف كيف بالنسبة للروبيديوم كاتربنت سانك صح. عندنا طاقة الربط يعني على صح طاقة الربط أرى نصبناها هاي وراهي وهذه هاي وراهي راهي بالميجا إلكترون فولت يعني 739.24 على A هي 85 تذكر حاسبة وحسب خلاص هاني صرتها 8.6969 ميجا إلكترون فولت بار نيوكليون بالنسبة لي كل نيوكليون صح. بالنسبة للروبيديوم 89 صح. كيف كيف نفس الشيء أل على أ تعطيني نشوفو 671.05 هي قدامك بالأحمر الفوق 671.05 على 89 دير بوز وحسب أعطتني 8.6634 ميجا إلكترون فولت بار نيوكليون. طيب السؤال الرابع خلي هذا هنا نحتاجهم. السؤال الرابع لماذا نحتاجهم؟ لأن في السؤال الرابع وش قالنا؟ قال لك علل استقرار الروبيديوم 85 وعدم استقرار الروبيديوم 89. طيب إذن أنا وش ندير أعزائي؟ راح نقارن طاقة الربط بالنسبة للنيوكليون للنيوكليون بالنسبة لكل نظير بآخر. إذن بمقارنة طاقة تي لأن عندنا زوج طاقة تي الربط لنيوكليون بالنسبة لكل نظير بآخر. إذن ماذا نجد؟ نجد شوف مليح بالنسبة للروبيديوم 85 شوف شعال صمنا بالنسبة للروبيديوم 89 شوف شعال صمنا شكون اللي كبيرة تاع الروبيديوم 85. إذن واش نوجدو؟ وجدنا أن أل على أ تاع الروبيديوم 85 أكبر من أل على أ تاع الروبيديوم 89 خلاص. إذن ومنه فإن قلنا لطاقة الربط تاعو بالنسبة لكل نيوكليون كبيرة هو اللي يكون أكثر استقرار. ومنه فإن الروبيديوم 85 أي مستقر أو أكثر استقرار على الروبيديوم 89. لا تقدر تكتب أكثر استقرار. أعزائي الطلبة إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في فيديو آخر أترككم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.